مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، شكرا للزملاء على التواصل، وها هي الانطلاقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لشوطنا العشرين في مجموعة أشواط صباح هذا اليوم في هذا المهرجان، مهرجان فخر الأجيال وفوز سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم في سباق القدرة. ونتابع معكم مسيرة الأشواط، نتابع التحدي، نتابع الإثارة خلال هذا الانطلاق والتحدي. هناك سيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية لبقية المشاركين، وهنا مشكورة لمبارك بن أحمد بالخزع العامري من تاتي على الصدارة وعلى المركز الأول. هناك شوط قعدان هنا مشاهدينا الكرام، وهنا على الصدارة والمقدمة مكلف العوض بن حمد بن عيلان لقتبي من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني ويأتينا الذيب لمحمد بن مبارك بن سالم العامري، ومن الجانب الآخر هناك موادع لسعيد بن المر بن سعيد بن حلوة لقتبي، ومشكور لمبارك بن أحمد بن خزع العامري على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس ووصول هنا في هذه اللحظات فيصل بن طالب بن محمد بن شريم مع شاهين من يأتي بهذا الانطلاق، وهناك أيضا الوصول من شاهين لحمود بن سلطان لغفيلي، وهنا القادم المختبر لسعيد بن سليم لعويسي من يأتينا على المركز الأول ينطلق بصدارة هذا الشوط. وبالمركز الأول الأسد، الأسد السالم بن حمد بن عبيد العامري على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. المركز الثاني شاهين حمد بن سعيد بن سالمين المنصوري، والمركز الثالث ياتينا ظبيان ناصر بن صقر بن سالم لو هيبي يسلم. الله، التحديات التحديات واللحظات الاخيره. تهانينا تهانينا وناموس السيد سالم بن حمد بن عبيد العامري، المركز الثاني للسيد حمد بن سعيد بن سالمين، المركز الثالث لسالم بن صقر، وفي المركز الرابع لمحمد بن قعيد الميري، المركز الخامس العلي بن خليفه الرميثي من وصل على المركز الخامس. مشاهدينا الكرام نعود إلى التوقيت الزمني في هذه اللحظات ولحظة الوصول هنا بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ولحظة وصول هنا من فاز بهذا الشوط الأسد من انتزع الصدارة السالم بن حمد بن عبيد العامري بأربع دقائق التوقيت الزمني. توقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال وصوله الى خط النهايه هنا، ها هي لحظه الوصول 4 دقائق 42 ثانية. وفاء وتماما وكمالا تهانينا للسيد سالم بن حمد بن عبيد العامري، المركز الثاني من وصل على المركز الثاني في هذه اللحظات شاهين.